من دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين. معانا النهاردة أم كلثوم الصغيرة المطربة وليست المغنية، لأن الطرب ده مش أي حد بيطربك. الفنانة الجميلة ريهام عبد الحكيم، أهلا بيكي معانا على نغم أف أم. أهلا بيكي وأهلا بنغم أف أم وكل المستمعين والمشاهدين، ومرتي جدا على الكلام الجميل ده كله. فنانة ريهام عبد الحكيم بنت من أبناء وبنات دار الأوبرا المصرية، قوليلي مشاركتك في المهرجان عموما أكيد بيبقى ليها إحساس مختلف وشعور مختلف واستقبال كمان مختلف من الجمهور، بالنسبة لك بقى مهرجان الموسيقى العربية يعني. مهرجان الموسيقى العربية بالنسبة لي احتفال كبير جدا، يمكن الكلمة اللي بيقولها كل مطربين دار الأوبرا هي ان المهرجان بيكون بالنسبة لنا عيد، ودي مش مبالغة، دي حقيقة. بنحس ان هو عيد بالنسبة لنا، بنلتقي فيه مع اكبر نجوم العالم العربي، واحنا بنلتقي فيه بجمهورنا اللي بنحبه وبيقدرنا طول الوقت. مرسي جدا للجمهور الكريم على حضوره، والنهاردة كمان الجمهور كان شيء يفرح يعني. دورة مهرجان الموسيقى العربية 30 هي دورة استثنائية قدمنا فيها في حفل الافتتاح، وما زالت يعني الدورة كلها لمسة وفاء للدكتور جمال سلامة طبعا والدكتور عبدو داغر، أثروا إزاي في حياتك؟ ولو حابة كمان تقدمي لمسة وفاء لحد تقدميها لمين؟ والله طبعا دكتور جمال سلامة وعم عبدو داغر الله يرحمهم الاثنين أساتذة كبار جدا، وأثروا في أجيال وأجيال من الموسيقى، مش جيلنا احنا بس، أساتذة كبار ودكاترة كبار جدا جدا، أثروا كمان غيروا مسار الموسيقى بشكل كبير يعني. كنا بنحبهم جدا وما زلنا بنحبهم وهنفضل فاكرينهم طول العمر. بقدم لهم لمسة الوفاء دي طبعا. أنا كان ليا الشرف إن أنا شاركت في الافتتاح بأغنيتي أمة العرب، ودي كان دكتور جمال ملحنها لي، فدي حاجة طبعا كانت وجع كبير وأنا بغنيها لأني افتكرته طبعا، ربنا يرحمه يا رب. لمسة الوفاء في حياتي بقى عموما اكيد مامتي وبابايا طبعا، اكيد اكتر ناس يعني. من كل بستان زهرة قدمت ريهام عبد الحكيم في الحفل، نجاة، فيروز، وردة، أم كلثوم، شايفة أن احنا مهما كانت لينا أغاني منفردة وأغاني حديثة وجديدة مع تنوع طبعا الموسيقى وكل حاجة والأصوات والزمن، لازم فعلا نحافظ على التراث ودايما يكون موجود. أكيد طبعا، وهو ده دور طبعا وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية بشكل خاص. إحنا دايما بنحاول نفضل مفكرين الأجيال اللي طالعة جديدة، اللي يمكن ما عصروش المطربين العمالقة دول، ما شافوش فنهم، ما استمتعوش بيه، فدايما بنفكرهم بالألحان الجميلة والكلمات الحلوة، لأن الحقيقة يعني للأسف خسرنا كتير إن إحنا ما عاشرناش الناس دي يعني. في التنوع والاختلاف اللي موجود دلوقتي يعني، ظهر موسيقى مختلفة، عندك الراب، المهرجانات زي ما بيقولوا، شايفة فعلا ده ضروري ان يكون في تنوع واختلاف ولا لا لازم نحتفظ او نحافظ على الذوق العام؟ والله انا شايفه ان التنوع مطلوب يعني، وكان موجود على مر الزمان على فكره يعني، مش جديد ان يكون في الوان كتير من الغناء. زمان كان في المونولوج وكان في الشعبي وكان في حاجات كتير برضو، فدلوقتي يمكن في حاجات دخلت مكان حاجات. اهم حاجه الحفاظ شويه على جوده الكلمات والالحان والحاجات دي، لكن النوع نفسه ما فيهوش مشكله، لان الناس بتحتاج لاغاني فيها فرحه برضو يعني. لما بنشوف ريهام عبد الحكيم بنبقى عارفين ان فيها حاجه حلوه. تمام. ايه بقى الحلو ان شاء الله اللي ريهام بتستعد ليه ان هي تقدمه في الفتره الجايه، سواء بقى من تترات مسلسلات، من اغاني، سنجل ليكي؟ والله ان شاء الله كمان كام يوم داخله اصور اغنيه اسمها قبل ما انام. هي فكره جميله كده ومود كده جميل، من كلمات الشاعر احمد شتا ولحن وليد منير، واخراج طبعا المخرج الكبير جميل جميل المغازي. جدا الفنانه ريهام عبد الحكيم نورتنا على نغم اف ام، والحقيقه بنسعد بيكي بغناكي وكلامك كمان معانا. الف شكر. ميرسي جدا. شكرا. شكرا. حصريا حفلات مهرجان الموسيقى العربيه الدوره 30 على الهواء مباشره على نغم اف ام.